الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي. القوات المسلحة تحتفل بالعيد 52 للقوات البحرية. النيابة العامة تناشد المواطنين تحري الدقة في التعامل مع القضايا المنظورة أمام القضاء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة بحرية متطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية وتأمين الأهداف الاقتصادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة الاحتفال بالعيد 52 للقوات البحرية. المزيد في سياق التقرير التالي. حماية السواحل المصرية واجبهم ومهمتهم، إنهم رجال البحرية المصرية، حماة المياه الإقليمية على كافة المحاور الاستراتيجية. أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة بحرية مطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية وتأمين الأهداف الاقتصادية وفرض قوانين الدولة بالبحر واحترام السيادة المصرية في المياه الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة إلى دورها في عمليات مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد 52 للقوات البحرية، والذي يتواكب مع الدور البطولي لرجال البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات عام 1967 وتنفيذ العديد من الأعمال البطولية خلال معارك استنزاف وحرب أكتوبر. نحتفل في هذا اليوم العظيم من أيام قواتنا البحرية المجيدة بكل الفخر والاعتزاز بالذكرى 52 لانتصار مبين في وقت حرج دقيق، وهو ليس انتصار يخص البحرية المصرية وحدها، فملحمة الفخر التي تحققت يوم 21 من أكتوبر عام 1967 لم تكن أحد أعظم انتصارات في التاريخ البحري الحديث، وأول معركة صواريخ بحرية في تاريخ الإنسانية فحسب. جاء هذا النصر بمثابة شعاع من النور في وسط ظلام دامس، أحيت في قلوب رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم الأمل نحو كسر قيود الاحتلال والظلم وتحرير الأرض ورد الاعتبار. كانت دعائم النصر في هذه المعركة التاريخية التي حققها شباب مصر الفتي هي العزيمة ورفض الهزيمة. وأشار إلى جهود القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر على مدار 24 ساعة لتحقيق مفهوم الأمن البحري الشامل في مناطق عمل القوات البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق العسكرية. وأكد الفريق أحمد خالد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء وتطوير القوات البحرية لتفي بمطالب الدولة المصرية لحماية حدودها ومصالحها وثروات أجيالها القادمة لسنوات وعقود طويلة، لتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة كافة التحديات التي تواجهها في مناطق عملها الحالية والمنتظرة ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة، مع الاستمرار في برامج تصنيع وحدات بحرية من مختلف الحمولات والاستخدامات بأيدي وسواعد وعقول مصرية طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل التطوير والجودة مع زمن قياسي للتنفيذ في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها مصرنا الغالية في كافة المجالات. أكدت النيابة العامة إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين في ارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أمس
أن أعضاء النيابة عكفت على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالا للشك في صحتها، فضلا عن استجواب المتهمين جميعا ومواجهتهم بأدلة الإثبات. وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته، فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى، وتلك الإجراءات هي من النظام العام فلا يجوز الخروج عليها. وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دون ما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودون ما تمييز بين خصوم الدعوى. وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية. وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء.